بقي معنا مثالان. يقول الشاعر: والعلم أوله إنقاذ ناشئة من شر أمية في تركها الخطر. أين المبتدأ هنا؟ طبعا العلم مبتدأ مرفوع. أين الخبر؟ العلم أوله إنقاذ ناشئة، يعني هذه الجملة أتمت المعنى مع المبتدأ، بالتالي ستأخذ صفة الخبر. إذن هذا هو الخبر، ولكن نلاحظ أنه لم يرد هنا مفردا وإنما ورد جملة. لماذا بدأت الجملة؟ بدأت باسم، إذن أوله ستكون مبتدأ، ثاني وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. أوله إنقاذ ناشئة، إنقاذ خبر أول مرفوع بالضمة وهو مضاف، ناشئة مضاف إليه. إذن هذه الجملة ما دام أنها بدأت بمبتدأ يعني هي جملة اسمية. إذا سنقول والجملة الإسمية في محل رفع خبر العلم، يعني خبر المبتدأ. هنا وردت جملة، ورد الخبر جملة إسمية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. أين الخبر هنا؟ سنرى. الجنة ستعرب مبتدأ مرفوع وعلى رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره. كيف ورد الخبر هنا؟ نلاحظ بأنه بدأ بتحت، تحت من ظروف المكان، تحت قبل أمام خلف فوق، إذن ظروف المكان. واتفقنا على أن ظرف المكان حينما يعرب نقول بعد وهو مضاف والذي بعده مضاف إليه. إذن مدام عندي مضاف والمضاف إليه، بالتالي هذه العبارة نسميها شبه جملة. سنقول والشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الجنة. إذن هذا ما جاء في درسنا اليوم، الخبر وأنواعه. الخبر وأنواعه، رأينا الخبر مفرد، الخبر جملة وقسمنا إلى جملة فعلية وجملة اسمية، ثم رأينا الخبر شبه جملة من الجار المجرور ومن الظرف. بقي لنا ملاحظة ربما قد ترد على الطلبة الكرام، ملاحظة وربما نقول أننا لم نتطرق إليها في خلال الدرس. ما هي الملاحظة؟ حينما تكون لي هذه العبارة مثلا في القسم تلميذ، نبدأ العبارة بهذا الشكل، في القسم تلميذ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني في حديث يقول من خلاله وفي بضع، ليس بضع، في بضع أحدكم صدقة. أين الخبر هنا؟ وقد دأبنا واعتدنا على أن يكون الخبر بعد المبتدأ، صح؟ لا يبدأ الخبر بشكل آخر، يبدأ ويأتي، يبدأ المبتدأ ثم تتم الجملة بالخبر. في القسم تلميذ، أين المبتدأ وأين الخبر؟ لا شك أن الخبر هو في القسم، جار ومجرور، بالتالي هو شبه، نعم شبه جملة. تلميذ مبتدأ مؤخر، إذن خبر مقدم وتلميذ مبتدأ مؤخر. السؤال: لماذا؟ لماذا تقدم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة؟ لماذا تقدم الخبر هنا على المبتدأ في الحديث النبوي الشريف؟ لو لاحظت أيها الطالب، أيتها الطالبة، لو لاحظتما الجملتين، ركزوا ودققوا النظر في المبتدأ. هل المبتدأ ورد معرفا هنا؟ بطبيعة الحال لا، إنما ورد نكرة. مسوغات الابتداء بالنكرة درس طويل، ولكن نكتفي بهذا لأن هذا هو المشهور. حينما ترد لفظة المبتدأ نكرة ويرد الخبر شبه جملة، ينبغي أن نقدم الخبر
على المبتدأ، فنقول هنا تلميذ مبتدأ مؤخر. وفي بضع أحدكم، لاحظ جار مجرور مضاف مضاف إليه، شبه جملة، طبعا شبه جملة في محل رفع خبر، صدقة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن حذاري حينما يكون لدينا هذا الشكل، يعني لا نخشى شيئا ولا يرد علينا التباس ما دام أن الملاحظة واضحة جدا. إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، يتقدم الخبر عن المبتدأ. وإلى فرصة أخرى إن شاء الله ومع درس جديد.